قالت منظمة العفو الدولية إن العمليات العسكرية التركية الجارية في جنوب شرقي البلاد تصل إلى حد العقاب الجماعي. وقالت جون دالهوزن مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة إن قطع إمدادات المياه والكهرباء فضلا عن المخاطر المتعلقة بالحصول على الغذاء والرعاية الطبية في ظل استمرار الأعمال القتالية يؤثر بشكل كبير على السكان. ويذكر أن قوات الأمن التركية تشن عملية عسكرية واسعة جنوب شرقي البلاد بهدف ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني المصنف من قبل تركيا على أنه منظمة إرهابية.